السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه نقدم لكم محتوى جديد من قناه اسرار الزراعه في المشاتل عن نبات الروزماري او اكليل الجبل، ومعلومات قيمه جدا عن الطريقه اللي استخدامه في الطهي، وبيستخدم كمان في الادوات العلاجيه، وبيخش مستحضرات كتير جدا من العلاج، وله فوائد عظيمة في حياتنا ان شاء الله. هنقدم لكم كل جديد، وهنقدم لكم معلومات جديدة جدا عن نبات الروزميري مع بعض ان شاء الله. هنبدأ عملية القص والزراعة الاول، وبعد كده هنقول المعلومات ان شاء الله. اول حاجة يا جماعة هنجيب مقص بالشكل ده كده، ونبدأ عملية القص. يكون طول الشتلة او طول العلية طولها 7 أو 8 سنتي من قص. تبقى بالشكل ده كده يا جماعة. وبعد كده بنبدأ نشيل الاوراق اللي هي تحت دي كده علشان تعمل عملية تسهيل للزراعة. وبعد كده يا جماعة بنجيب قصيص بالشكل ده، يكون حطينا فيه تربة طينية او تربة طينية على رملية، وبنجيب الشتلة بتاعتنا اللي احنا قصيناها ونحطها في المطهر الزيوريكس في دلو بالشكل ده كده، ونسيبها لمدة 5 دقايق تطهر كويس، وبعد كده بنطلعها بالشكل ده كده ونسيبها بقى لغاية ما تتشمع علشان تبقى كويسة. وبعد كده يا جماعة بتتم عملية غرز الشتلة بالشكل ده كده. وتكون كده يا جماعة خلاص تم عملية الزراعة، وموعد غرز شتلة الروزماري بتبقى في شهر 9 وشهر 4، وبيفضل ان هو يتعايش في الاجواء الحارة. والشجرة او شجرة الروزماري عندها القدرة ان هي تعيش من 10 لـ15 سنة، بسم الله ما شاء الله بيبقى عمرها طويل جدا. وكمان بتستخدم في الطهي، وبتخش في العلاجات الطبية، وبتستخدم كزيوت للمنتجات الطبية كمان، وبنستخدمها على فكرة كمان في الاكل بتاعنا في البيت، تحط مثلا اللحوم، الفراخ، الحاجات اللي زي كده، وبتدي نكهة جميلة جدا في الاكل، بيبقى حاجة في منتهى الجمال جدا. وان شاء الله جربوا وقولولي. دلوقتي احنا هنبدأ نحطها في الحضانات، يلا مع بعض. بصوا يا جماعة، دي الحضانة بتاعة المشتل اللي احنا بنحط تحتها المنتجات الزراعية اللي احنا بنشرح لحضراتكم عليها ازاي نبدأ نزرعها ونحطها تحت الحضانات دي. وان شاء الله في اقرب وقت هعمل لكم فيديو ازاي نعمل حضانة وبنستخدمها عندنا في المنزل او في المشتل.